وحقيقه هذا الجيش وهذه الداخليه وهذا الامن الوطني وهذه المخابرات لا تشرف العراقيين لان فيها ارهاصات كثيره وفيها ضباط اركان يعملون ليل نهار من اجل تنفيذ الاجنده طيب. السياسيه طيب. للاشخاص في الوزارة انا أتصور, أتصور, اتصور لا تشرف كما تفضل انت واللي تقوله انت لك رايك بس انا اتصور تشرف عراقيين كثيرين أيوه.